الان سنروح نص كما هم هذا مكان احنا لما يزيد يشبك زيد يبشرهم فرصة جميلة أن تفتتح المنتديات خاصة في إجازة عيد الأضحى المبارك. هنا الزوار يرتادون القلعة لتغيير أجواء العيد فرائح العيد، ومناسبة جميلة أن تفتتح هذه المنتديات أمام المواطنين لقضاء إجازة العيد بكل فرحة وروعة الأماكن السياحية في محافظة تعز. تتناسى المعاناة الذي يعيشها أبناء تعز في هذه المدينة المحاصرة والمنكوبة. يعتبر هذا المتنفس الوحيد لأبناء تعز بعد حصار دام أكثر من 3 سنوات من قبل ميليشيات الحوثي صالح، ويعتبر أو خدمة قدمت لأبناء تعز كمنتجع للترفيه في أيام العيد خصوصا وهي محاصرة منذ 3 أعوام. صلاح ما فلت يا ولد.